بسم الله الرحمن الرحيم. من التطبيقات في مادة الفيزياء ضرب المتجهات. درسنا سابقا أن هناك نوعان من ضرب المتجهات. أولا الضرب القياسي أو العددي أو النقطي، فإذا كان لدينا متجهان A و B يحصران زاوية سيتا، فإن حاصل الضرب القياسي A ضد B يساوي A B كوزين سي. ثانيا الضرب الاتجاهي أو التقاطعي، فإذا كان لدينا متجهان A و B بينهما زاوية سيتا، فإن حاصل الضرب الاتجاهي A كروس B يساوي A B ساين سيتا. مقدار الضرب الاتجاهي يمثل مساحة متوازي الأضلاع الناشئ عن المتجهين، أما اتجاهه فهو رأسي على المستوى المكون من المتجهين كما موضح. فإذا كان لدينا متجهان A و B بينهما زاوية سيتا، فإن حاصل ضرب A كروس B يساوي سالب B كروس A، ويمكن تحديد الاتجاه باستخدام قاعدة اليد اليمنى كما درسنا سابقا. مثال: الشكل المقابل يمثل متجهان A و B يحصران زاوية سيتا مقدارها 60 درجة، المتجهان في مستوى أفقي واحد هو مستوى الصفحة. احسب حاصل الضرب الداخلي للمتجهين 2 حاصل الضرب الاتجاهي A كروس B للمتجهين. لحساب الضرب الداخلي من العلاقة A ضد B يساوي A B كوزين سيتا يساوي 16 ضرب 12 كوزين 60. بالآلة الحاسبة نجد أن حاصل الضرب يساوي 96 يونت تربيع. هذا النوع من الضرب يسمى ضرب إبدالي أو عملية إبدالية، أي أن حاصل ضرب 12 في 16 هي نفسها 12 ضرب 16. ثانيا الضرب الاتجاهي A كروس B يساوي A B ساين سيتا. إذا A كروس B يساوي 16 ضرب 12 ساين 60. باستخدام الآلة الحاسبة نجد أن حاصل الضرب الاتجاهي يساوي 166.276 من 1000 يونت تربيع. اتجاهه عمودي على المستوى الذي يجمع المتجهين. مثال 2: احسب مساحة متوازي الأضلاع الناشئة عن المتجهين للإزاحة D1 ومقداره 8 سنتي و D2 ومقداره 6 سنتي ويحصران زاوية 125 درجة. مساحة متوازي الأضلاع الناشئة عن المتجهين تساوي مقدار حاصل الضرب الاتجاهي للمتجهين، حيث المساحة تحسب من العلاقة S D1 كروس D2 تساوي D1 كروس D2 يساوي D1 D2 ساين سيتا. إذا D1 ضرب D2 تساوي 8 ضرب 6 ساين 125. إذا D1 ضرب D2 بتساوي 39.419 من 1000 سنتيمتر مربع. وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى من حلقات الفيزياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.